في كل رياضة عادة بتلاقي إن في دولة معينة أو عدة دول أو منطقة معينة من العالم مميزة جدا في الرياضة دي بالتحديد. ففي حالة تنس الطاولة شرق آسيا، جنوب شرق آسيا ده من زمان، من قديم الأزل، يعني من الأربعينات أو الخمسينات مش كده برضو، أو حتى من ساعة المصالحة بين أمريكا والصين بسبب ماتش بينج بونج الموضوع فرق جامد. لا على ذكر الصين، الصين بصفه خاصه يعني تحس حتى اللعيبه بتوعهم عندهم ستايل مميز كده، حتى في مسكه المضرب في نوع الضربات اللي بيعملوها هم مع نفسهم قوي في الرياضه دي. مش مع نفسهم هم، ويبان ان هم مع نفسهم، هم الليفل بتاعهم هو مع نفسه، يعني هم واصلين الليفل كويس قوي، يعني حاجه غير الدنيا كلها تمام. بس هم مش المفروض ان هم مع نفسهم، ده بالعكس، ده هم ابديتد بكل حاجه بتحصل في الدنيا. لا كلمه مع نفسهم انا قصدي اقول لك الستايل بتاعهم مميز وعندهم قوه دايما في كل الاجيال اللي بتشارك في البطولات، عشان هم ابديتد باي حاجه بتحصل. هم مركزين مع العالم كله ومركزين مع نفسهم، يشوفوا ايه اللي بيتطبق بره ويعملوه لو في حاجه فيها فايده. يعني انا فاكر في مره كنت في الصين، والصين اللي هم يعني الليدر بتاع طبعا الدنيا كلها في تنس الطاولة، عندهم مدرب اللياقة أمريكي، فمدرب الفتنس بتاعهم أمريكي، فإزاي وهم أساسا من زمان متميزين كده كده باللياقة، يعني سرعة جدا ولياقتهم جامدة جدا، يعني بسم الله ما شاء الله مهتمين بكل التفاصيل اللي تستجد في عالم تنس الطاولة. أي حد هيجوا منه فايدة مش هيسيبوه، هياخدوه عندهم ويشوفوا إيه الميزة اللي عنده ويحاولوا يطوروا نفسهم بناء عليه.